السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة رئيس الوزراء، السادة الوزراء، سعادة السفيرة الفاضلة الوزيرة نبيلة مكرم، عقول مصر المهاجرة، الضيوف الكرام، أشكركم لتشريفكم ودعمكم لهذا الحدث. الحقيقة ممكن نرتب كلمة ونقول أي حاجة، بس من ساعة ما المشهد بدأ يبقى بجد كده بدأ الوضع يختلف شوية. أول ما لقيت نفسي واقف قصادكم وكل القامات دي وكل اهتمام وكل يعني الاهتمام اللي من كل الوزارات والدولة، فعلا حسيت ان الشعار بتاع المؤتمر واسم البرنامج حقيقي، مصر تستطيع. المؤتمر ده كان حلم لينا كلنا في شبكة تلفزيون النهار من 3 سنين، من يوم ما البرنامج بدأ. البرنامج استطاع أن يصل إلى عشرات من العلماء المصريين في الخارج ويكون حلقة الوصل معهم في إطار خدمة الوطن. استطعنا أن نعيد جسور الثقة بين هذه العقول العظيمة وبين مؤسسات العمل الأهلي في مصر. استطعنا من خلالهم عمل وتنفيذ محاضرات لبعض من حضراتهم في جامعات مصر ونقدمهم كنموذج لشباب مصر الواعد. استطعنا أن نقدم نمطا للحياة لحياة أشخاص نجحوا من خلال العمل فقط. استطعنا أن ننقل ثقافة علمية قامت عليها قوى العالم الكبرى. استطعنا أن نقدم نموذجا ناجحا للشخصية المصرية بعد أن أساء البعض لها وحاول تشويهها سواء عن قصد أو بدون قصد. بفضل الله ثم بفضل وعي تلك الوزارات التي أثبتت أن مصر تستطيع، استطعنا بالتعاون مع مؤسسة اسمعونا في إجراء أكثر من 300 عملية جراحية لغير القادرين. حطمنا في الفترة السابقة مفاهيم الإعلام التقليدية في مصر. لم ننتظر يوما أو لحظة أي إعلانات أو تمويل من أي جهة. البرنامج كان مصر تستطيع كان مجرد رسالة في دورنا الخدمي في مجتمع، وكنا شايفين ان احنا لازم نقدم الدور ده ونحاول نبقى حلقة الوصل ما بين العقول المهاجرة والنماذج الناجحة وما بين المشاهدين في مصر والعالم العربي عشان نقول ان فعلا مصر تستطيع. دولة رئيس الوزراء، السادة الكرام وعلماء مصر وعقولها بالخارج، نود ان نؤكد لسعادتكم ان برنامج مصر تستطيع ليس مجرد برنامجا يذاع على شبكة تلفزيون أو على أي قناة، ولكنه مستمر لتعريف جميع المصريين في الداخل والخارج بكل عناصر النجاح والأشخاص الناجحة حتى يكون منهج حياة. من خلال تسليط الضوء على علماء مصر في الخارج، وسنعمل في المرحلة القادمة على تسليط الضوء على علماء مصر في الداخل وجميع النماذج الناجحة لتأكيد لشباب مصر أن مصر تستطيع. أرغب في توجيه الشكر لجميع العاملين في هذا البرنامج وتحية لهم على هذا الجهد الخالص لصالح الوطن. تعبوا بقالهم 3 سنين سواء في البرنامج وسفر وطيارات كتير ومن بلد لبلد ومن كندا لألمانيا. الحقيقة كان مجهود كبير جدا جدا وفي ظروف قاسية جدا جدا جدا. كما السيد الفاضل دولة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اسمح لي دولتكم أن أتوجه بأسمى معاني الشكر والتقدير لمعالي الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة التي أسست منهجا للتعامل بين الحكومة ومؤسسات الإعلام الخاص. دولة الرئيس، لولاها ما كنا نحتفل الآن بانطلاق هذا المؤتمر. جزيل الشكر للدكتور أحمد درويش، شكرا جزيلا لسيادة محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله. جزيل الشكر لكل فرد يساهم في بناء مصر. كما أود أن أؤكد أن البناء هو أكبر عدو للإرهاب. كل التحية لشهداء مصر. لو كانوا بيننا الآن لشعروا بالسعادة والفخر باحتضان مصر لعقولها المهاجرة. جزيل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. لرعايته لهذا المؤتمر، ونقدر ونثمن مدى إيمانه بالعلم والعلماء ودورهم في بناء الوطن
وذلك منذ تكوين المجلس الاستشاري العلمي. نعرف ونؤمن أن مصر الجديدة أفضل، نعرف ونؤمن أننا على الطريق الصحيح مهما كانت هناك عقبات، ولكننا نعرف ونؤمن أيضا أن شعب مصر يستطيع ويستطيع أن يحقق المستحيل، كما أنني وجميع العاملين بشبكة تلفزيون النهار وشبكة تلفزيون سي بي سي وجميع شركاتنا نتمنى ونرجو من الله عز وجل لهذا المؤتمر النجاح، وأن يصبح نواة لمشاريع وأفكار جديدة تستفيد منها مصر والمصريين. نؤكد للعالم أجمع أن مصر تستطيع بأبنائها، مصر تستطيع بعلمائها، مصر تستطيع بفضل الله، وبفضل الله ستحيا مصر بأبنائها وعلمائها في الداخل والخارج، ستحيا مصر بضمائرنا وسواعد أبنائها في كل مكان. ولنتذكر جميعا هذا الحدث ونردد مصر تستطيع. شكراً.